في هذه القرية بضواحي مدينة ألاق وبين جدران هذه البيوت تعيش محجوبة من سيدي محمد المعاقة حركيا مع أسرتها في منطقة تفتقد لأهم مقومات الحياة. أبرز ما يعكر صفو بنت محجوب عدم استفادة أبنائها من التعليم المدرسي، فالقرية لا توجد فيها مدرسة ولا يمكنها التنقل لمكان آخر بسبب ضيق ذات اليد. الحمد لله عاقة صابتني أنا صغير شل اللطفة، الحمد لله مولانا وشاكرا مرينا به والعانينا من ما مر الزمن. الحمد لله الحمد لله صرت الحمد لله أرك الحمد لله عندي الحمد لله هذا طفيلة وهذا طفيل، الحمد لله هون قاعدنا مشكلة أكبر من ذيك عندنا قضية التعليم عنه هون نحن في منطقة نائية ويصعب شوي عنهم ما عندهم صيفة يتنقلوا بها شهر بلد دراسة. داخل المنزل الذي منحتها إياه هيئة خيرية بعد إلحاح منها، تقوم محجوبة بالأعمال المنزلية بمساعدة ولديها، كما يساعدها هذا الكرسي المتحرك في الحركة وقضاء حوائجها خارج المنزل. وبسبب الحاجة الملحة للعائلة لم تستطع ممارسة التجارة ولم تستفد من الإعانات التي تقدمها الهيئات الرسمية رغم تقديمها لطلبات عديدة. شوي عدت نحاول أننا منين شوي نبدأ التجارة، والله شي ذا وما اللي ما حق نعملها وتوبي اللي ما فهم ما عندي باط غنى عنها، لا نبدأ وتهنا منين نبدأ نعدلها نصبر عن الشي اللي نعدلها منه نبدأ أمه اللي نوكله مباشرة بي اللي ما فهم بديل ما فهم رواية غانية عنه تو للو السنتين والله ثلاثة ولا قط اشتدت أخبار ولا قط علق عليه قاع إلى ورك تو كيشي قاع لا سرفيت من دونه ملينا من ذيك القضايا الذكية ما قط استفدنا منها محال مان الله. تعيش محجوبة مع أبيها المبتور اليد، وإن لم تمنعه الإعاقة من ممارسة عمل يسد به رمق أسرته قبل أن يتوقف عن العمل بسبب نقص المعدات، وهو يطالب الدولة بدعم مشروعه الزراعي مصدر دخله الوحيد. هو ذاك ما تليت عندي إمكانيات والناس الخرمة اللي كنت نتعامل معها تقرت من مرحلة لواحدة أخرى، وبقيت أنا في البدوشة من الأيال عندي الضعاف ولا عندنا حد ما وينما هو بفضل الله. ويعاني سكان قرية الفلوجة حيث توجد هذه الأسرة غياب الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمشاريع التنموية المدرة للدخل، ومع ذلك ما زالوا يحلمون بغد أفضل ينسيهم الإقصاء والتهميش الذي عانوه منذ تأسيس قريتهم قبل فترة.